السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. اليوم في هذه الحلقة سأقدم لكم شرح حول حل مشكل من مشاكل حوض غسالة الملابس، والكثير منا من يعاني منه، وهو عندما نقوم بصب الماء في حوض الغسيل يخرج دون سابق إنذار رغم أن القفل غير موضوع هنا، يعني في جهة صرف المياه القفل يكون غير موضوع بهذه الجهة، إلا أن الماء يخرج بشكل سريع من الأنبوب ونضطر لرفع الخرطوم في بعض الأحيان للأعلى لكي لا يخرج. لنجرب العملية مبدئيا وعمليا، سأقوم بصب الماء هنا ونلاحظ خروجه من الأنبوب. نلاحظ لا يخرج معنا، لننظر، لا أعرف إذا كنتم تنظرون، رغم أن القفل منطفئ إلا أن الماء يخرج، ولوضعته في تصريف المياه هنا سيخرج بقوة لنلاحظ، لكن عندما أقوم بوضعه في الغسيل العادي من المفروض لا يخرج الماء، لكن هنا يخرج. لننظر الآن إلى طريقة الإصلاح بعد الفاصل. بعد فتح الغطاء الخلفي للغسالة إخواني، هنا نجد هذه القطعة هي المسؤولة عن تصريف المياه، يعني هذا هو القفل الخاص به. هنا لو نلاحظ الماء يأتي من حوض النشافة، ويأتي كذلك من هنا من حوض الغسيل، يلتقيان بهذا المكان لكي يخرج عبر هذا الأنبوب إلى أن يخرج من هنا. لكن إذا قمنا بفتح هذا الغطاء، سنحاول فتحه، لننظر إخواني إلى الأوساخ. هنا نلاحظ هنا هذا المكان يجب أن يكون سليم. ننظر إلى الأوساخ به، سأقوم بتنظيفه قليلا. هنا أنت ستجد هذا المكان مغطى كامل بالأوساخ. لننظر إخواني للأتربة، انظروا للتربة، هذا كله بسبب الملابس عندما توضع إخواني وبها الغبار وما إلى ذلك، الغبار الذي يأتي مع الرياح وما إلى ذلك، عندما يتجمع بالملابس أنت لا تراه، لكن بكثرة وبأيام وبمرور السنين يتجمع ذلك الغبار على شكل رداد بهذه الأنابيب. لنلاحظ، انظروا حتى الصوف وحتى القطع التي تكون رقيقة تخرج مع وتلتصق هنا. لننظر، سأقوم بعملية تنظيفها وأعود إليكم. بعد عملية تنظيفها إخواني ولو بشكل جزئي، سأقوم بإعادة تركيبها والمحاولة من جديد. طبعا في بعض المرات ستجد أن هذه القطعة قد يبست معك ولم تعد تصلح، هذه لازالت جيدة، هنا ستجدها قاسية ولم تعد تعمل بالشكل المطلوب، يجب عليك استبدالها أخي. فقط سأقوم بإعادة تركيبها كما كانت. ثم سأقوم بصب الماء ولنرى إذا كانت ستخرج الماء أم لا.
سأقوم بطب الماء الآن. لنلاحظ الآن أصبح لا يخرج الماء، إذا هنا قد قمنا بحل هذا المشكل. إذا أردت تصريف المياه الآن بشكل عادي، سأقوم فقط بوضع القفل جهة تصريف المياه ونلاحظ. أنظر خروج الماء، إذا أردت القفل عليه أقوم بالقفل. هنا قمنا بعملية القفل، سأعيد من جديد في الفتح. نرجو أن يكون هذا الفيديو نال إعجابكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.